نقول ليه ربنا مثلا استنى لغايه ما العضله تتولد؟ ليه نستنى ونقول ان هو ده ملء الزمان؟ طب ما الله قادر على كل شيء، ما الله كان ممكن يوجد بنت في اي عصر من العصور قبل العصر ده ويديها بعض الفضائل والصفات وتكون هي شبيهه للقديسه العذراء مريم ويتحقق او يبتدي سر التجسد. يعني التساؤل ده ممكن يكون تساؤل تخيلي شويه، بس نعرف من خلاله ليه ده حصل؟ ليه استنينا لغايه ما القديسه العذراء مريم تكون موجوده بالفعل؟ بالعكس السؤال ده مهم جدا، لانه كمان مش بيجاوب على السؤال ده لكن بيجاوب على حاجات كتيره جدا في حياتنا دلوقتي. فكره الاحترام، الحريه الانسانيه اللي ربنا مديها للانسان. الموضوع فكره ان ربنا يجيب حد ويديله فضائل عشان هي تبقى العذراء، دي هيبقى عباره عن تمثيليه، وربنا ما بيعملش كده. ربنا بيحترم جدا الانسان، ربنا انتظر فعلا فتاه تكون لما جه الملاك يقول لها، قال لها كده السلام لك ايتها الممتلئه نعمه. يعني الانسانه دي فعلا كانت ممتلئه بالفضائل، ممتلئه بالحاجات الايجابيه، كان عندها كم من الصفات فعلا تؤهلها ان هي تكون والده الاله. وده يورينا فكره الاختيار، ان ربنا اختار العذراء مريم. احنا مشكلتنا دايما في الاختيارات، ربنا اختار الانسانه اللي كان عندها الاستعداد لقبول هذه النعمه، اللي كان عندها استعداد ان هي تكون والده الاله، اللي عندها كان استعداد ان هي اللي تحمل هذا اللقب وتعيش هذه التجربه بكل ألمها، لان هي طبعا عذراء اتألمت كتير جدا. فانا بتكلم بقى هنا على فكره الاختيار، ان ربنا اختار العذراء، واختار العذراء لان العذراء بمحض ارادتها وحريتها الانسانيه عاشت تحقق مشيئه الله في حياتها، فاهلت ان هي تكون والده الاله. فالفكره دي دايما في حياتنا لازم ندركها، ان ربنا بيحترم حريتنا، ان ربنا على فكره عايز يعمل معانا كلنا حاجات مشابهه للي حصلت للعذراء، وان يدينا نعمه ويدينا امكانيات ويدينا مسؤوليات في حياتنا، ويدينا ان احنا يكون حياتنا يكون ليها رساله ونحقق مشيئته في حياتنا. بس عايز الشخص اللي يكون عنده هذا الاستعداد وانه يقبل هذه النعمه. انا اسف هطول في الحته دي، ان اشبهها بحته انه نعمه ربنا دي عامله زي الشمس اللي بتشرق كل يوم الصبح. وعندنا شبابيك بيوتنا، في شباك بيبقى مقفول، شباك موارب، شباك مفتوح. احنا بنمثل الثلاث شبابيك دي. في انسان فاتح قلبه لنعمه ربنا ان تشتغل فيه زي العذراء، في انسان موارب شويه مع ربنا وشويه لا، فربنا مش عارف يشتغل بيه قوي، مش عارف يدخل النور قوي لمكانه. وفي ناس قافله خالص، رافضه نعمه ربنا ورافضه محبه ربنا ورافضه عمل ربنا. فلازم ندرك ان ربنا مدينا حريه، وده يفسر ليه الحياه مليانه بحاجات وحشه كتير، لان الله يحترم الحريه الانسانيه.